إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، مع تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري، نعيش هذه الليلة بمشيئة الله، فأسمعنا يا أبا عبد الرحمن. باب مطلو غني ذل. نعم، باب مطلو. المطل، ما معنى المطل؟ المدافع والتأخير. نعم، تأخير السداد، تأخير السداد مع القدرة على السداد، فلذا سماه الشرع غنيا. باب مطلو الغني ظلم. إذا كنت غنيا أي قادرا على السداد الدين، سداد الدين، ومع ذلك تتأخر عامدا متعمدا من غير عذر، فأنت ظالم، فأنت ظالم، وعليه فلا بد أن تحذر كل الحذر إذا جاء موعد السداد بأن تتأخر في سداده، حتى لا أبالغ لو قلت لك قبل أن تنام الليل، ما دام توفر المبلغ وجاء موعد السداد قبل أن تنام سد دينك. وعلي انظر ماذا سمه الشرع، سمى هذا الشخص القادر على السداد ومع ذلك يؤخر السداد، سماه ظالما. ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ هذا باب في بيان حرمة مطل الغني. هذا باب في بيان حرمة مطل الغني، صح. اثنين، أحسن من إيه؟ هذا باب نهي الغني عن مطل دينه. نعم، هذا باب في بيان أن مطل الغني ظلم. هذا باب في بيان أن من الظلمة من يؤخر سداد الدين وهو قادر على السداد. نسمع حديث الباب. قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه عن وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. هذا الحديث مر معنا سابقا، لكن بداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد في الأخير؟ بن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن ثقة حافظ، مات سنة 28 و200. عبد الأعلى، نعم، صاحب المسند. نعم، عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي أبو محمد، وكان يغضب إذا لا داعي. مات سنة 89 و100. نعم، إذن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، فهو سمى ابنه أيضا عبد الأعلى، إذن يجوز أن تسمي ابنك بنفس اسمك، وهذا موجود. وأظن أن هذا الاسم تقصد أن يسمى ابنه بسبب ندرته، فأراد أن يظهره وأن يبينه. وهذا الاسم بمثابة غصة في حلوق الذين يعطلون صفة العلو لله جل في علاه،
فعبد الأعلى، نعم عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، ومن استطاع أن يسمي عبد الأعلى فليسمي، وأكرمني الله وسميت عبد الأعلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم بعد عبد الأعلى معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نذير اليمن ثقة ثبت فاضل، مات 54 و100 وهو ابن 58 سنة. نعم وهو ابن 58 سنة، إذن لم يعمر كثيرا لكن ترك علما ينفع أمة الإسلام. المهم أن تسأل نفسك يوميا ماذا خدمت الإسلام والمسلمين، اسأل نفسك هذا السؤال، ماذا خدمت الإسلام والمسلمين لوجه الله تعالى؟ تصلي صلاتك لنفسك، ما خدمت الإسلام والمسلمين؟ تصوم صيامك لنفسك، تحج حجك لنفسك. نريد أن تخدم الإسلام والمسلمين، اسأل نفسك يوميا هذا السؤال، وإلا سيمر العمر سريعا وستجد نفسك في القبر. انظر 58 سنة، ثقة ثبت فاضل، نفع أهل اليمن. نعم أيوة. همام بن منبه بن كامل الصنعاني أبو عتبة أخو وهب، مات 32 و100 على الصحيح. وهب بن منبه بن كامل، وين وهب؟ هذا أخو، هذا ليس في الإسناد يا حبيبي، هذا ليس في الإسناد، هذا تعريف بوهب بن منبه من همام، قال همام بن منبه أخي وهب بن منبه، ليس أنه روى عن وهب بن منبه. أيوة ركز. نعم. أبي هريرة الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال أصحها عبد الرحمن بن صخر، مات 57 وهو ابن 78 سنة. نعم عن 78 سنة. من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد نصف الإسناد بصري مسدد وعبد الأعلى ومعمر، ولكن معمر بعد ذلك نزل اليمن، فإذا تستطيع أن تقول إسناده بصريون إلا تابعي الحديث. نعم. اثنين شيخ البخاري من أفراده على مسلم. هذا الحديث درسناه سابقا وبينا أن من كان عنده قدرة على السداد، سداد الدين، ومع ذلك يؤخر فإنه ظالم، وهذا التأخير ها قد يكون له صور. أولا عنده قدرة على السداد ولا يسد، يؤخر. حالة ثانية ما هي؟ هناك حالة ثانية. أيوة. نحن نتكلم عن الظلم. الحالة الثانية من صور الظلم، قلنا الأولى عنده قدرة على السداد ولا يسد فهذا ظالم، هذا مطل. الحالة الثانية من الظلم يستطيع سداد مبلغ كامل ولكن يسد جزء يسير، هو يستطيع نفس الجواب. اثنين قادر على السداد لكنه لا يريد أن يسد، هو نفس الجواب. هذا هذه الحالة الأولى، يستطيع أن يعمل. أحسن، هذا نقطة مهمة جدا، أنه بعض من يحتاج أنه أنا لا أستطيع السداد لا يعمل. لما لا تعمل؟ تستطيع أن تعمل وتسد دينك، وبالتالي أنت ظالم. يا من تستطيع أن تعمل وتتكسب وتسد دينك ومع ذلك لا تفعل وتنام وتهنأ فأنت ظالم. هذه الحالة الثانية. أحسنت. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة ذكرناها،
الحالة الثالثة أنه ينفق ماله في غير قوام الحياة. شو اليوم عازمكم على كنافة يا أولادي، أنت ومرتي وأولادي، وخلينا نطلع نوكل كنافة ونميل على تلعبوا في المراجيح وتنزلوا في السيارات وبصر وتتأجر لنا سيارة. قديش يا بصرفت؟ مش كثير يا أولادي، 200 دينار. إذن ينفق ماله في غير قوام الحياة فذلك يمنع من سداد الدين، يمنع من سداد الدين. ولذا إن كنتم تذكرون ذكرت لكم إذا أردت أن تحكم على شخص أنه يريد أن يسد دينه أم لا، فانظر هل يكتفي فقط بقوام الحياة. وهذا ما كان يفعل سفيان الثوري، عندما كان يكون عليه الدين كان لا يأكل اللحم، مع أنه أكل اللحم حلال ومباح، لكنه يعرف إذا أكل اللحم سيؤخر ذلك في سداد الدين. ولذا انتبه، تمنع توكل كنافة إذا كانت الكنافة، مش الكنافة لحالة، أي نوع من الحلويات، وعم بقول يا شيخ يعني بقلاوة، أي لا تأكل شيء ليس هو من قوام الحياة إذا كان يؤخر سداد الدين. أربعة هذا ذكرناه، أن هناك من ينشئ عبادات وهذه العبادات تكون على حساب سداد الدين، مثل الصدقة. شو يا فلان؟ والله يا أنا ما بقدر أشوف فقراء وأظلني ساكت، بدي الآن أتصدق لي 200 دينار. طب عليك دين. ولذا اختلف الفقهاء هل هذه الصدقة باطلة أم لا. المالكية يرون البطلان، الحمد لله ليس هو الراجح، أنها تجزئ مع ما أصابه من إثم في تأخير سداد الدين. ظالم أو أنشأ عمره، وين؟ والله طالع عمره، طالع عمره عليك دين، وين رايح؟ وين رايح؟ لم تستأذن أحدا، طالع على العمر بأي صفة، عليك دين، تنشئ عبادات على حساب مال الغير، ليس مالك هو أصلا، أنت مديون. فعلى ضوئها إخواني في الله أصبحت العبادات كما يقول بعض العلماء أصبحت في هذه الصورة إيش؟ أصبحت تشهي، يعني توافق الشهوة مش تقرب إلى الله. فالعبادة ينبغي لك أن تفعل ما يقربك من الله، لا ما تشتهيه النفس. وهذا مجاهد، ونهى النفس عن الهوى، اشتهي ما تشتهيه النفس. أشتهي الصدقة على الفقراء، جميل، لكن عليك دين، سداد الدين أولى. أشتهي الذهاب إلى العمرة، عليك دين؟ لا عليك دين، معناته لا تذهب إلى العمرة، سد دينك. وهكذا أشتهي بر والدتي، كيف؟ أشتري لها غسالة، أشتري لها خلاط، أشتري لها جلاية. طب عليك دين؟ نعم. لا، سداد الدين أولى مما تشتهيه. إذن هاي النقاط الأربع إخواني في الله، وأكثرها خفية، فقط الناس يعرفون الحالة الأولى، وهي أنه في جيبته فلوس ولا يسد، لا يرد أن يسد، فهذا الظالم. لا، الصور الأربع هذه كلها ظلم على هذا الشخص، وعليه
فعليك أن تتحلل من دينك، لا تنام الليل حتى تسد دينك. طيب إذا هذا نكتفي، ننتقل إلى الباب التالي. نعم، باب لصاحب الحق مقال. انتبه الآن، بعدما أنهى الإمام البخاري أن من يستطيع السداد ولا يسد فهو ظالم، انتقل أنك أيضا أيها الظالم تستحق شيء آخر. أيها الظالم تستحق شيء آخر، ما هو؟ واحد، نعم، أن تشتم بما أذن الشرع. يقال عنك ظالم، هذا الشتيمة، لكن بعض الناس بيعتبرها إيش؟ عادي، مع خبر إنك ظالم. ليش؟ لأنك تستطيع السداد ولا تسد. هي هيك بس ظالم؟ ولا يهمك، عادي. هذا واقع، ما بحكي كلام خيالي، كلام واقع. بعض الناس يأكل ويشرب وينام عادي، وعليش ألوف مألفة، ولك يا شيخ لا أستطيع السداد. ما شاء الله، في عندك في بيتك كرسي؟ لا، اقعد على الأرض، بيع الكرسي ولا تقعد على عشان تسد دينك، انت ظالم. عندك غسالة اوتوماتيك؟ طبعا لا، جيب من الحوض من 20 ليرة، هاي عساك في السيل، سد دينك، سداد الدين. لا انت ظالم. طيب اذا انت تستحق ان تشتم، قال عنك ظالم، مماطل، مراوغ. كيف مراوغ؟ مماطل عرفناه، يؤخر سداد الدين، وظالم لانه عنده قدرة على السداد ولا يسود. مراوغ، نعم، مثال صحيح انه يعطيك الفاظ توهم انه سيسدك وهو لا يسد. الاسبوع الجاي بكون في جيبتك، اول الشهر بكون في جيبتك، لو سمحت لا تتصل، بدي احولك يعني كليك. طب حول، لا والله عطلان النظام، استنى لك سنة. طب والنظام خلال دقيقتين بيشتغل، خلال ساعة سيت. طب هو ما بقول لك استنى سنة بس، وايش كل شوي هسه بحول لك، هسه بحول لك، يا رجل جننتني، حول. يلا 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 يلا. فتنبهوا الى هذا الشيء المهم اخواني في الله، وهو متعلق باصل، وهو ان هذا الشخص يستحق العقوبة. والعقوبة في الشرع على انواع، النوع الاول متعلقة بالحدود، وهذه الحدود ان يأتي بشيء محرم نص الشرع على عقوبة له، زنا والعياذ بالله، فعقوبة الزاني جلد، كم جلدة؟ 100 جلدة اذا كان لم يسبق له الزواج، وتغريب عام. يقذف المحصنات نص الشرع على عقوبة وهو جلد 80 جلدة، هذه تسمى ايش؟ الحدود. النوع الثاني من العقوبات وهو ما يسمى بالقصاص، وهذا القصاص متعلق بجنس الأذى الذي أذيت غيرك، كسرت سنه فله الحق أن يكسر سنك أو أن يأخذ الدية، وما يسميه العلماء الأرش، والجروح قصص. فإذا كان كامل يسمى دية، جزء يسمى الأرش. لكن إيش النقطة؟ نرجع إلى الحالة الثانية، وهي عقوبة لشيء حرام ولكن لم ينص الشرع على مقدارها، فهذا ما يسمى بالتعزير، هذا ما يسمى بالتعزير. وبالتالي عقوبة الذي يؤخر سداد الدين وهو يستطيع أن يسد، هذه عقوبة من أي الأصناف الثلاثة؟ هي
من باب التعزير. فبماذا يعزر؟ نسمع نسمع أولا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. ها يحل، إذن أول شيء عقوبته وعرضه. الناس عندما يسمعون عرضه يفهمون شيئا واحدا فقط، ما هو؟ خوات أمه. هذا ليس التعبير الشرعي. فلان استطال في عرض أخيه، مش في عرض أخيه يعني أنه حكى على خواته ولا على أمه ولا على خلاته ولا على نسوانه، لا لا لا، نعم تكلم عن ذاته عن شخصه. يعني لو قلت فلان أحمق بإذن السامعين، أنت تطاولت على عرضه. لو قلت فلان كذاب، لو قلت فلان ظالم، الشرع هنا أذن لك يا صاحب الدين اتجاه هذا الشخص الذي عليه الدين ويستطيع السداد ولا يسد، أذن لك الشرع أن تعاقبه. والعقوبة أنواع، واحد عقوبة من جهتك، نتكلم عن التعزير، عقوبة من جهتك يجوز لك أنت أن تعاقبه مباشرة دون الرجوع إلى ولي الأمر، وهي اللسان، أن تشكوه وأن تخبر عنه أنه ظالم، أنه يأكل الحقوق، وأن تحذر منه. الحالة الثانية عقوبة تعزيرية متعلقة بمن؟ بولي الأمر، وهي أن تسجنه كما سوف نسمع عن سفيان الثوري كيف بين أن عقوبة هذا الشخص هي الحبس. الحبس، نعم نسمع. وقال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. نعم، بداية من يذكر لي معنى لي؟ ما معنى لي؟ لي الواجد، ما معنى لي؟ نعم المطل والتأخير. لي الواجد، ما معنى الواجد؟ الغني، أي القادر على سداد الدين. لي الواجد يحل نعم يجوز وصفه. بماذا يجوز لنا الشرع أن نصفه؟ أنه ظالم، أنه ظالم. وعرضه، إذن يأتي الآن الشرح من سفيان الثوري، لكن هذا الحديث من وصله؟ هذا الحديث من وصله؟ تفضل. وصله الإمام البخاري في التاريخ الكبير الجزء الرابع صفحة 59 و200. حدثنا أبو عاصم عن وبر بن أبي دليلة، حدثني محمد بن عبد الله بن ميمون، حدثني عمرو بن الشريد، حدثني أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. نعم، هذا الحديث وصله غير واحد من أهل العلم. تفضل. وصله الإمام أحمد في مسنده الجزء الرابع صفحة 222، وأبو داود في السنن 28 و603، وابن ماجه في السنن رقم 24 و400، وكذلك البيهقي وصله في السنن الكبير 651، وكلهم من طرق، كلهم عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال سفيان يعني عرضه أن يكون ظلمني في حقي وعقوبته للجنة. نعم، نستطيع إذن أن نقسم وصل المعلق إلى قسمين. فأما الحديث فرواه جمع من أهل العلم، منهم أبو داود في السنن كما قال أخونا رقم 28 و603 وغيره، وحسنه شيخنا الألباني. فإذا لي الواجد يحل عقوبته وعرضه
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقول سفيان كما قال أخونا رواه البيهقي في السنن الكبرى الجزء السادس صفحة 51، وفي قال سفيان يعني ارضه، يقول ظلمني في حقي وعقوبته يسجن. إذن هذه من السنة أن تسجن، انظر هذه من السنة أن تسجن من يستطيع سداد الدين ولا يسد، من لا يستطيع من يستطيع سداد الدين ولا يسد فمن السنة أن تسجنه. لما 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 لأنه حبس المال عن صاحبه. أهم من هذا؟ نعم، لكي ترضع غيره وتصلح المجتمع. أما والله المشايخ هذول محترمين بدايا منهم وما بسدهم وما بيحكوا معاي إشي، وهم عارفين إنه معاي والله ممكن ألف دينار، 700 ليرة، 50 دينار، يا رجل إيش ما كان دين إن شاء الله 5 ليرات، ما أنا مش راح أسد، ما أنا إيش مش راح أسد، وإنت قلبك إيش طيب، فبالتالي سأستمر في الحرام. هذا هو، لذا من السنة أن تسجنه لكي يرتدع ويرتدع غيره. وهذا قول سفيان الثوري وتقريرات الأئمة أنه يسجن هذا الشخص. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب نسمع حديث الباب. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضى فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. نعم، فإن لصاحب الحق مقالة. بداية هذا الحديث مر معنا سابقا، من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ أصابع جديدة تفضل. مسدد سبق، يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد، يحيى هو يحيى بن سعيد بن فاروق التميمي وسعيد القطان البصري، ثقة متقن حافظ إمام القدوة، مات سنة 98 و100 وله 78 سنة. شعبة هو شعب من الحجاج من ورد العتكي، مولاه مبسطان واسطي، ثم البصري ثقة حافظ متقن، هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول مفتح. مات سنة 60 و100. سلمة هو سلمة من كهيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي من الرابعة. أبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة مكثر، مات سنة 94. أبو هريرة سبق. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ رواية الابن عن أبيه. فيه رواية الابن عن أبيه، من الابن؟ سلمة. سلمة يروي عن أبي سلمة، هذا له أبو وله من قرائبه، لكن هكذا توافق سلمة عن أبي سلمة. فأخونا تنو قرأ الإسناد سلمة عن أبي سلمة، قال لك هذا الولد بيروي عن مين؟ عن أبي، هذا ليس بأبي. فسلمة هذا بن كهيل، وهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا من عشيرة وذاك من عشيرة، هذا من الكوفة والآخر من أين؟ زهري من المدينة. فبالتالي نعتذر عن قبول هذه إيش اللطيفة. فمن يساعده؟ من عنده لطيفة لهذا الإسناد؟ تفضل. نصف الإسناد بصري، وين نصف الإسناد؟ مسدد ويحيى وشعبة. طيب سلمة كوفي، إذا ما بزبط. وإذا أيضا نعتذر عن قبول هذه اللطيفة. من اللي بحاول أحسن من اللي بحاولش، كويس. تفضل. نعم، شيخ البخاري من أفراده على مسلم، هذه اللطيفة الأولى. اثنين، فيه رواية التابع عن التابع. فسلمة
روى عن عبد الله بن أبي أوفى ودخل على ابن عمر ففيه رواية التابعي عن التابعي. انظر قال أتى يتقاضى يتقاضاه يتقاضى من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا جاءك شخص يطلب دينه فاعلم أن هذا من حقه. إذا جاءك شخص يطلب دينه فاعلم أن هذا من حقه ما دام أجى موعد السداد. وبالتالي ما نراه في هذا الزمان من أن بعض الناس يغضب إذا جاءه المطالب فهذا نقص في هذا الشخص، بل الأصل ألا يأتيك، الأصل أن تذهب إليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وعلي تنبه، جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدين، وتبين معنا في درس ماضي أن هذا الدين ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يتداين من نفسه، وإنما هو نعم لصحابي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إبلا ليعمل عليها، وقال لذاك الشخص متى جاءت أموال الصدقة أعطيناك بدلا منها. فهو استقرض عليه الصلاة والسلام حيوانا لينتفع بهذا الحيوان صحابي جليل رضي الله عنه، فيعمل عليه ينقل عليه يستفيد منه في حياته. وذاك الشخص عندما جاء موعد السداد لم يعرف إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها هو الذي كان في الوجه وكان المتكفل بهذا الدين. ولكنه رضي الله عنه فأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم في العبارة، أنت تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف تغلظ علي بالعبارة؟ ولذا دائما إخواني في الله لا تغضب، فالغضب يجعلك تغلظ العبارة، لا تغضب ثم بعد ذلك تندم وتأتي تعتذر، هذا إذا أو تكابر قل لا 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 أنا ما غلطتش. فتنبه إلى هذا الشيء إخواني في الله. فأغلظ له، فالصحابة رضوان الله عليهم فهموا بضربه، هموا بإسكاته، هموا بمنعه، فهم به أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه. يعني إن جاءك صاحب الدين ورفع صوته عليك له حق، إن جاءك صاحب الدين وطالبك بالدين أمام الناس له حق ما دام أتى موعد السداد. تتداينش يا أخي ما دامك مش، لا تتداين. فهذه نقطة مهمة جدا. وعلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فإن لصاحب الحق مقالة، هو صاحب حق وبالتالي يجوز له أن يفعل، لكن ربما لظرف النبي صلى الله عليه وسلم أولا ليس هو المستقرض، ثانيا أنت تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك علمهم قاعدة عامة إن لصاحب الحق مقالة. من الفوائد والأحكام قال ابن حجر فيه مشروعية حبس المدين إذا كان قادرا على الوفاء، تأديبا له وتجديدا عليه. أنت عندما تحبسه أنت تؤدبه،
وتردع غيره. ثانيا قال فيه أن المعسر لا يحبس إذا تأكدت أن الذي أمامك لا يستطيع السداد، فليس من الدين أن تحبسه حتى لو معك شيكات أو كمبيالات، وأنت تعرف أنه معسر لا يستطيع السداد. لكننا قلنا ماذا في بداية الدرس؟ أن بعض الناس عنده قدرة على السداد ولا يسد بأن يعمل، لكن لا يريد أن يعمل، وبالتالي لا يسد. بقسم لك، أقسم بالله ما في بجيبتي 10 دنانير، صادق، بس بتستطيع تشتغل، تستطيع أن تعمل. لو قلنا لك احفر بئرا لحفرت، لكنك لا تريد أن تسد. نعم انت صادق، ما معك 10 دنانير، فهمنا، لكن تستطيع ان تعمل. اخواننا المصريين اجوا على الاردن اشتغلوا، اخواننا العراقيين اجوا على الاردن اشتغلوا، اخواننا السوريين اجوا على الاردن اشتغلوا، وليش انت ابن البلد ما بتشتغل ومعهم شهادات؟ ليكون بتفكر هذا عامل النظافة معه شهادة. قابلت واحد دهين، نقاش بسموه دهين، ولا هو معاه ماجستير لغة عربية بس مش أردني، من بلد ثانية. فقال لي أنا بدي أشتغل فترة وبرجع لبلادي، لكني بدي أشتغل. فشو يعني بشهاداتك ما بدك تشتغل؟ لا، في شغل، بس ما في شغل زي ما بدك. فهذا هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحل إيش؟ ارضى. وسفيان الثوري يقول يحبس، وابن حجر يقول مشروعية، أي تتقرب إلى الله بأن تحبسه، لأنه يستطيع العمل ويسد، ولكنه إيه؟ لا يسد، لا يريد أن يعمل، ما بده يشتغل. وبعدين بقول لك والله في حواليك، بدي أمشي، بدي أخفف وزن، بدي احرق ايش؟ الدهون اللي عندي، ولا قاعد بشتغلش. فيش حواليك بيبسي؟ اي نوع كوكاكولا؟ بدي هضم، شبعان، مع قولون، انا الغازات في بطنه، بشتغلش. ولا حول ولا قوة الا بالله. النقطة الثالثة، قال الشيخ ابن باز ينبغي التسامح مع صاحب الدين لأجل أن له مقالا. صاحب الدين لابد إيش؟ أن تهيئ نفسك ليعنفك، وله حق شرعي أن يرفع صوته عليك، وله حق شرعي أن يخاطبك أمام الناس، وله حق شرعي، لكن ليس له أن يتكلم بالحرام، يتكلم كلام فحش وفسق وفجور، كما نسمع من بعضهم. له حق، لكن شو ماله؟ بزيد، يتمادى، ما بصير. ننتقل إلى التبويب التالي. نعم. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. انظر الآن الإمام البخاري انتقل إلى موضوع مهم، وهو موضوع ما يسمى في كتب الفقه نعم التفليس. فالإفلاس والتفليس من مباحث الفقه، وهذا الحديث سبحان الله درسته قبل 15 سنة. انتبه الى هذا الموضوع، موضوع التفليس، وهذا موضوع شرعي ويساعد في حل مشاكل كثيرة في مجتمعنا، وهو متى اجتمعت عليك الديون وانت لا تستطيع السداد
فأعلن إفلاسك، أعلن إفلاسك. ومعنى أن تعلن إفلاسك يظهر في أمرين، ما هما؟ واحد أنك لا تستطيع أن تسد دينا أبدا. اثنين تبقى بضاعتك عندك وتبيع. اثنين أنك لا تملك، تصبح لا تملك شيئا، كل ما تملك تحت تصرف القضاء. أول كلمة، أنت لا تستطيع السداد، عندك سيارة ما عادت إلي، سيارة تحت تصرف القضاء. عندك بيت ما عاد إلي، كل هذا تحت تصرف القضاء. هذا يرضي الله جل في علاه، أنك الآن بريت ذمتك أمام الله، بحيث أنك ماذا؟ أعلنت الإفلاس. ومعنى إعلان الإفلاس أن تعلن على نفسك إيش؟ الحجر، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالحجر، محجور عليك. وعلى ضوئها في الشرع لا تسجن، لا تسجن ولا تعاقب، وإنما لا وعليه فلا تحتاج أن تهرب، كما نسمع فلان هرب، ليه؟ تعال، سنريد أن نطبق الشرع عليك. طبق الشرع كيف؟ سد الناس، لا أستطيع، اعلن الإفلاس. أعلنت الإفلاس، معناته الآن أنت لا تملك دينار تأكل فيه إيش؟ وجبة شاورما. أعلنت الإفلاس، القضاء سيحجر على جميع أملاكك، سواء النقد أو المنقول أو غير المنقول. انتهت المشكلة الآن، وهذا الشخص ماذا؟ بقيت سمعته نظيفة. اثنين، برأ ذمته أمام الله، أنا انكسرت، يعلن إفلاسه. في الكورونا كذا شخص انكسر، الحال يهرب، اعلن إفلاسك. لو طبق الناس هذه السنة وتلقتها الحكومات بالمفهوم الشرعي، وقسم كبير منها يطبق، دير بالك النهي الشرعية، أن هذا الشخص يبقى، وبالتالي كل ما حوله لا يملك شيئا. شو عندك؟ مول، ما في مشكلة، أعلنت إفلاسك، القضاء يستلم الآن المول، هذا السوق التجاري الكبير، لا يدخل دينار إلى جيبك منه، ويبقى المول شغال، ويبقى المول يسد الناس، وهم مطالبون، الذين يستقرضون مطالبون بالصبر، لأنه هذا أعلن الإفلاس. والشيء الجديد له آلية في السداد، ويبقى الحياة، عنده 5 تكاسي، عنده تاكسي يحجر عليه، ويبقى التاكسي شماله شغال، يبقى شغالا ويسد دين هذا الشخص، لكنه لم يعد يملك هذا التاكسي. عنده عقار، عنده مجمع تجاري انكسر، ماشي، اعلنت افلاسك، محجور عليك، لا تنتفع بدينار من هذه ايش؟ من هذا المبنى، وكل الاجارات سوف تذهب لسداد الدين. هذا حل ولا مش حل؟ حل.
أما تعال بدنا نحجز وننزل على المزاد العلني ونبيعها، ما بتعطي إخواني في الله سداد الديون. وتكون مثلا هذا المبنى التجاري حقه مليون بنباع 200,000. فاتنبه إلى هذا الشيء. وأنا سألت شيخنا الألباني رحمة الله عليه على الهاتف، قلت له هذه المزادات هل نشتري منها؟ قال التقوى البعد عنها، لأنه سعرها مش حقيقي. في ناس الآن شغالين على مصايب الناس، بتابعوا إيش المزادات اللي بتنزل في الجريدة، أو الآن قاعد بتنزل على المواقع يوميا، عنده مزاد قائم على ايش؟ خراب بيت الناس. اشترى شقة عن طريق البنك لا يستطيع السداد، البنك ايش؟ يحجز عليها خلال 6 أشهر او سنة ينزلها ايش؟ على المزاد. كم ثمنها الحقيقي؟ 100,000، تباع 40-50. ثمنها الحقيقي على النقد على الكاش 100,000. احنا سيبك انها مسجلة على هذاك الشخص 200,000، فتعرض ايه 50. سيارات، واكثر الشغل على السيارات. كم السيارة هاي؟ ولا نازل راكب لسيارة وبزمر لك، ما هي مرهونة ومديونة وراس مالك شوية وبترتمي، فيأخذوها منه. قال يا شيخ غير باصك، مهيون بس مش مديون. وحضرتك انت رح تصير مهيون نازل تزمر لي. ولا حول ولا قوة الا بالله. فيأخذ السيارة من وتباع. إذن هذا المبحث الإفلاس أو التفليس من المسائل المهمة. فجاء الشرع إلى شيء أن هذا الشخص متى أعلن إفلاسه فلا يحل له إيش؟ أن يبيع شيئا مما عنده. طب الغرماء أصحاب الأموال، أصحاب الأموال كيف سيحصلوا أموالهم؟ لهم حالتان. الحالة الأولى أنه دخل فوجد بضاعته موجودة. أنا بيته إيه؟ سيارة، هاي السيارة جمالها موجودة بس ما زدني. القاضي يرجعها إليه. ها، عين البضاعة موجودة. الحالة الثانية أن عين البضاعة غير موجودة، فعندها ينتظر السداد إن كان هناك آلية للدفع كما ذكرنا، وإن لم تكن فهذا الشخص أعلن إفلاسه. طيب النقطة الثانية اللي بدك تنتبه لها، لو أن شخصا أخذ عين البضاعة قبل أن يعلن الإفلاس، يعني أنا نزلت له غنم 50 راس غنم، تاني جيت أتحاسب ما دفع، فقلت له طب سدني إيش مكان؟ قال عندي هالسيارة تخذها، والسيارة نفسها جايبة إيش؟ برضو بالدين. يعني كل هذا الهناجر وهالمحلات وهالمصانع كله ايه؟ بالدين. فقال لي خذ هالسيارة، اخذت السيارة وتنازل لي، ثم اعلن افلاسه. فجاء الناس، يا اخي انا اعطيتك سيارة، شايف فلان راكب اعطيني اياها؟ لا، لانه اخذها قبل اعلان الافلاس. وهذا ما أراده الإمام البخاري. أدركنا الوقت، نسمع الآن التبويب والحديث، ثم بعد ذلك نعيش إن شاء الله في بداية درسنا القادم بتفصيل الآثار في هذا الموضوع. أما القسم الأول فنكون قد غطيناه. نسمع. أيوة. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. إذن فهو أحق به متى؟ عندما أعلن إفلاسه.
إذن هذا باب في بيان أنه متى وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن نعم. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. انظر، ما دام أفلس لا يجوز أن يبيع، لا يجوز أن يعتق. والله أنتوا يا عبيد خدمتوني يا رقيق، يلا أنا أعلنت إفلاسي بس يلا أنت حر. لا، هذا زمان، أنت لا تستطيع الآن ماذا؟ أن تعتق أحدا. إذن واحد قال لم يجوز عتقه ولا بيعه. يا جماعة بدي أكل، أنا جعان، أولادي جعانين، وما عندنا لا كهرباء ولا مية، وأعلنت إفلاسي. طيب إيش في عندي؟ هالجرة هالغاز بدي أبيع. لا، ممنوع حتى جرة الغاز تبيعها. عندي هالحماصة، ما كانت المرأة في الشتاء ما تغسلش، تحط إيش حماصة تطلع الكهرباء 340 ليرة فاتورة الكهرباء. بحكيش عن حالي، بقول عن مين، عن اللي أفلس. ركز، الآن بده يبيع إيش؟ الحماصة. الآن ما في بيع حماصة حبيبي، لأنك أنت أعلنت إفلاسك. طب شو أساوي؟ روح اشتري، روح عساك في السيل الآن، بيع لك جوز جرابين هيك وكذا، ارجع زي البدايات، ارجع للبدايات، أعلنت إفلاسك والحمد لله للقاضي ما سجنك. أما الآن لا يجوز أن تبيع شيئا، ولا يجوز أن تعتق شيئا، ولا أن تشتري شيئا. كيف يعني لا تشتري شيئا؟ واحد، بالمال الذي عندك. اثنين، أنك في المجتمع الآن تصبح عليك مقاطعة، لأنك أنت إذا اشتريت معناته ما أعلنت إفلاسك، وإذا شريت بالدين إلك إيه؟ إسباقيات. سوف تفعل ما فعلته سابقا، راح تطبق المثل اللي بقول أنا راح أسوي إيش؟ إيش؟ تلبيس طواقي، راح يصير يتداين ويجيب ويعطي لفلان. الشرع ما بده هيك. انتبه، انتبه، كل شيء. طيب ولا شراؤه. طيب قال سعيد بن المسيب، اذا الحسن اين هذا الاثر موجود؟ رواه ابن ابي شيبة حقيقة في المصنف، لكن بالمعنى. الحسن طبعا من ابي الحسن البصري، ترجمنا له في سير اعلام النبلاء، رواه ابن ابي شيبة في المصنف الجزء العاشر صفحة 516 رقم 20476. عن الحسن قال هو أسوة الغرماء، يعني كل ما يملك أصبح من حق مين؟ الغرماء، لا حق له. طيب عثمان بن عفان ماذا قضى رضي الله عنه؟ ماذا قضى؟ نسمع قضاء عثمان. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس، ها، قبل أن يفلس، إذا أخذ شيء منه قبل أن يفلس فهو له. شرحناها، أجا واحد شافه قاعد بنهار، قال له سدني، قال له ما معاه، قال له بدك تسدني، قال له خذ هالسيارة، أخذها، بعدين أعلن إفلاسه، فالسيارة هذيك شو معنى؟ فهو لا مليح، ليش نفذ فيها؟ لحق حاله في التعبير العامي. طيب كمل. ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. إذا جاء شخص عند إعلان الإفلاس قال هذا متاعي، هاي بضاعتي، فلا تعرض للبيع وسد الغرماء. لا، المتاع نفسه يرجع للشخص. نعيش إن شاء الله في درسنا القادم مع حديث الباب الذي حمل نفس المعنى. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.